ومن الفوائد أن البخاري رحمه الله ذكر في فضل الصدقة، ذكر هذا الحديث الذي في الصحيحين أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وكانت مسكينة ومعها ابنتان لها، فلم تجد رضي الله عنها إلا تمرة، وفي رواية البخاري غير تمرة واحدة. سبحان الله، بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تجد عائشة إلا تمرة. ولذلك في رواية مسلم وجدت ثلاث تمرات، قال العيني رحمه الله قال لأنها في أول أمر إنما وجدت تمرة ثم بحثت فوجدت تمرتين فأعطت هذه الثلاث التمرات لهذه الأم، أو يحتمل على تعدد القصة كما قال رحمه الله. الشاهد من ذلك تمرة واحدة إنما توجد في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ثلاث تمرات فأعطتها هذه التمرة فقسمتها بين ابنتيها. فلما جاء صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها فماذا قال؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي رواية مسلم لما ذكرت عائشة حال هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أعتقها الله بها، يعني هذه التمرة، من النار، أو أوجب الله لها بها الجنة. قال الشراح: سبحان الله، بيان رقة الأم، كانت محتاجة ليست شبعانة. ولذلك يقول المبارك فوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي قال: يبعد أن تكون شبعانة لأنها مسكينة، ومع أنها كانت جائعة سبحان الله قدمت هذه التمرة اليسيرة لبناتها، فكان ثوابها ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل أعتقها بها من النار أو أوجب لها بها الجنة.